الفكرة، البحث، الأسلوب، التنفيذ، الابتكار. بادر بعمل نموذج ابتكاري لمنتجات أو خدمات يمكنها معالجة تحديات المياه واقتراح الحلول المناسبة لها. يعلن مجلس البحث العلمي ومركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم عن بدء استقبال طلبات الترشح لجائزة البحوث والابتكارات في مجال المياه. فئة المبتكر الناشئ. شروط المسابقة: أن يكون المشارك من طلاب الصف العاشر إلى الصف الثاني عشر. أن تحتوي المشاركة على وصف تفصيلي عن المنتج أو الخدمة التي تعالج التحديات الحالية في قضايا المياه بالسلطنة. أن تحتوي المشاركة على توضيح إذا كانت التقانة جديدة أو تعديلا أو تطويرا في تقانة موجودة مسبقا مع الإشارة إليها. يحق لكل طالب أو مجموعة طلاب التقدم بطلب واحد فقط للمشاركة، على أن لا تكون المشاركة قد سبق وأن فازت بجائزة في مسابقة أخرى داخل أو خارج السلطنة. أن يتم دعم المشاركة بالتالي: شهادة اختبار أو تصديق من الجهة التي ينتسب إليها الطالب، الفوائد الاقتصادية أو الاجتماعية المتوقعة. للتسجيل يرجى إرسال بريد فارغ على البريد الإلكتروني. آخر موعد لتقديم طلبات الترشح للجائزة 31 يناير 2017، وسيتم تكريم الفائزين في اليوم العالمي للمياه في 22 مارس 2017.